السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول: هل يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب وأن تدخل في غرفته مع وجود الممرضة معه، علما أن هناك طبيبة لكنها أقل خبرة؟ لكنها أقل خبرة، ما دام ما في خلوة ومعه ممرضة فلا بأس بذلك. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.